حكايتنا النهاردة حكاية جميلة عن قديسة طاهرة ونقية، وفي إيمانها ثابتة وقوية. عايزين تعرفوا من هي؟ تعالوا معايا نرسم ونلون صورتها، وكمان نعرف يا ترى إيه حكايتها. قدستنا يا أصحابي تبقى القديسة فيرينا، والقديسة فيرينا يا أصحابي بنت جميلة من محافظة اسمها إنا. وسافرت القديسة فيرينا لسويسرا مع كتيبة اسمها الكتيبة الطيبية، وتسمت الكتيبة دي بالطيبية علشان أفرادها كانوا من مدينة طيبة اللي هي مدينة الأقصر، وكانوا معروفين بالشجاعة والقوة في الحروب. وفي سنة 286 كان فيه هجوم على الإمبراطور ماكسيمينيانوس إمبراطور الغرب، فبعت لي الملك ديكلوديانوس ثلاث كتايب، واحدة على حدود إيطاليا وواحدة على حدود فرنسا، والثالثة كانت على حدود سويسرا. وكان على حسب أوامر الإمبراطور إن الكتايب قبل ما تطلع أي معركة كان لازم تقدم الطقوس الوثنية، لكن طبعاً الكتيبة رفضت لأنهم مسيحيين، فأمر الإمبراطور ماكسيمينيانوس بقطع رؤوس الكتيبة. والقديسة فيرينا يا أصحابي راحت الإرسالية دي بصفتها ممرضة وكمان قريبة للقديس فيكتور. فبعد الاستشهاد سافرت لسويسرا علشان تاخد بركة الشهداء وتدور على رفات القديس فيكتور. فسكنت القديسة فيرينا في كهف في سويسرا، وكانت بتخرج منه علشان تعمل أعمال رحمة، وكانت بتحب جدا تخدم الفلاحين والفقراء، وكانت بتعرفهم ازاي يهتموا بنظافتهم الشخصية. وفضلت القديسة فيرينا باقي حياتها في مغارة بمدينة سويسرا، وتنيحت فيها بسلام. وأهل المدينة بنوا ليها كنيسة فوق المكان اللي اتنيحت فيه، وحطوا صورة ليها وهي معاها مشط وكمان جرة مية، وده دليل على خدمتها وتعليمها لأهل البلد في إنهم إزاي يهتموا بنظافتهم الشخصية. قدستنا قديسة عظيمة، مرت بتجارب وصعاب كتيرة، لكن رب المجد يسوع كان دايماً بيعزيها ويقويها، وفي النهاية وصلت بسلام لفديها. وإحنا كمان كل اللي علينا إننا نتمثل بيها في نقائها وطهارتها وحبها ليسوع فدينا. خلصت حكايتنا من رسمة وحكاية، لكن استنونا في حلقات جاية كتير.